عزيزة الأخية للتنبيه الأمثل للإدارة الترابية بالمملكة، ولاة وعمال جدد استقبلهم اليوم جلالة الملك، ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح الجيبي والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، ومحمد فطاح عامل إقليم خنيفرة، والحسين شينان عامل إقليم آسفي، وعبد الحق حمدوي عامل إقليم صفرو، ومحمد مفكر والي ملحق بإدارة المركزية. ويشار إلى أن جلالة الملك تفضل بتعيينهم طبقا للأحكام الفصل 49 من الدستور باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك في 23 من شهر يونيو المنصرم. وخلال هذا الاستقبال أدى العمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك بطنجة.